حوشتنا اللذيذة، تعالوا. واو. تعالوا من يشتركوا في بلوكس لذيذ، تعالوا. شامل كل الناس احشروا مني. لا راح اشتري مني انا، لان سندويشاتي لذيذة وفرش. بنشوف. اوكي. تعالوا تعالوا تعالوا. جوعانة. يبغوا ناكل، خليني اروح. عندش فلوس؟ لا انا ما عندي فلوس، انا فقيرة. ما عندش فلوس ليه جاي عندي؟ حرام عليك، انا وايد جوعانة. روحي من المحل يلا. اوكي اوكي. تعالي يا بنتي حطش مجاني. شكرا حبيبتي، انا جوعانة يوم كامل ما اكلت شيء. حبيبتي اختاري اي شيء من عندي مجاني. شكرا، انت وايد طيبة. أنا اثنين سندويش نوتيلا وواحد حليب شوكليت. من عيوني قفازات. راح اسوي احلى سندويش نوتيلا. شوكليت. يومي نوتيلا. راح ازينه بالنوتيلا. حليب شوكليت. انت بيعه وايد طيبه، كل يوم راح اجي عند شو افطر. اهلا وسهلا، تنورين المحل حبيبتي. حبيبتي ما راح انسى معروفش. الحمد لله الله رزقني. عطشانه منعش. الحمد لله شبعت. شنو تسلمي يدك، كان الاكل وايد لذيذ. الله يسلمك. مساعدة الفقيرة. شو مسوي نفسك طيبة تساعدين الفقراء؟ حبيبتي لازم نساعدهم نلاقي أجر. تخيلك أنت يمكنها حرام عليك. أقول زعجتيني، من يشتري من يشتري. تعالوا تعالوا. يومي سريال، خليني أروح أفطر. تعالوا تعالوا. هلا أريد كومبلكس. أهلين، أينك تريدين؟ شوكليت، فانيلا، سكاكر. أريد شوكليت. أوكي. كومبلكس أحسن سندويش مع الشيف. الله يهديش. بسرعة أريد أفطر. أوكي أوكي. غزة، ليش ترمي علي يومي في الزبالة؟ سوري سوري بالغلط، حليب فريش. حرانة. إيه، وتشربين من الحليب في اختراع اسمه كوب، ما يدخل حليبي. خذي بكمل كومبلكس. 100 100 غالي. هذه اسعاري، سوري ما اريده، ممنوع الترجيع. بس ما كل. تعالي تعالي. استنى مره ما راح ابيع لها. هلا شباب، اهلين، ابيع سندويشات نوتيلا. اريد واحد سندوتش نوتيلا. اوكي من عيوني. اول شيء القفازات، سمونه، شوكليت. يومي نوتيلا. صحن. فضلك سوسو. شكرا. بكم الساندويتش؟ بس بخمسة. خذي. شكرا سوسو، كل مرة اشتري منك. يومي مغرقة نوتيلا. سوسو عجبك؟ عليك ساندويتش طعمته. بالعافية سوسو. يومي شبعت. باي. يدي اشتري من يدي اشتري. تعالوا. هلا، اريد واحد كرومفليكس. اهلا، تريدين اي نوع؟ شو النكهات اللي عندش؟ عندي شو النكهات، شو النكهات قدامك؟ شو هالاسلوب؟ اقول بس اختاري بسرعة، ما عندي وقت. اختار اي واحد. اشتري، ممنوع تمسك الاغراض بس انا. بكم الحبه الكرنفليكس؟ الكرنفليكس مالي 100. كرنفليكس.
شفتي صاحية؟ هذا نادر. خلاص ما نريد شيء، راح اشتري من شفا. شفا؟ سندويشات شفا مكشوفة وكلها ذباب وشوكولاتة مالتها خربانة. مالك دخل يا فتانة. هلا، أريد سندويش نوتيلا. أهلا يا حلوة، راح أسوي لك. وبعد أريد واحد حليب موز. أوكي. تعرفين غزة شو قالت عندك؟ شو؟ قالت أكلش مكشوف ومليان ذباب والنوتيلا خربانة. صدقيها، هي كذابة. طبعا أنا ما صدقتها، وأسلوبها أبدا مو حلو. الله يهديها، هي تعبت كل الزباين هالشكل. هدي رح سويش أحلى ساندويش. خلصت. يومي كم الحساب حبيبتي؟ بعشر. أوكي خلي. شكرا. عفوا. باي. شكلي جحي ونعش. شفا الله يسلمك، انت بيا اسلوبك حلو محترمة. شكرا من ذاقش. باي باي. غزة ليش تخربي سمعتي عند الزباين؟ عشان كل الزباين يجوا عندك. هذا حسد، عمرك ما راح تنجحين. اوكي يا طيبة، تعالوا اشتروا مني. تعالوا. هلا، شو هنوع الكونفكس اللي عندك؟ أهلين، قدام عين، إن شاء الله اختاري. أوكي، هذا عينك. ها هذا شوفان، أنت ما تشوفين؟ شو هالأسلوب؟ ليش كم على هالطريقة؟ ما راح أشتري من عندك. أحسن، أصلاً أنت ما تبي تشتري. أصلاً كنت بشتري، بس ما طلعت كامل، غيرت رأيي. أعطيني أسلوبك عشان الناس يحبوش يشتروا من عندك. ها أشتري، ما راح أغيره. أحسن راح أشتري من شفا، خلي لسانك ينفعش. عورت الناس أعطتني محاضرة ساعة كاملة. هلا شفا حبيبتي. أهلين. نبيع سندويشات نوتيلا وعصاير. أريد 3 سندويشات نوتيلا وثلاثة فراولة. أوكي. بنات وين يحبوا الشفا ويحبوا سندويشاتك؟ شكرا. زودي لي نوتيلا. أوكي أوكي. حليب فراولة. خذي عسل. شكرا. يمي. والحليب بعد. تسلمي إيدك. الله يسلمك. باي. باي. أمي تنادي خلي أروح عندها. الحرمة نسي شنطتها. راح أنتقم من شفا. شنطة شفا. راح أعلمش يا شفا. لو سمحتي شفا، شفتي شنطتي؟ لا. نسيتها هني؟ لا ما شفتها. وين راحت؟ ما اعرف. غدا شفتي شنطتي؟ هي شفتها داخل شنطة شفا السوداء. شفا متعقدة غزل؟ هي شفتها. لا والله انا ما شلت شنطتش. لو سمحتي شفا، اعطيني شوف شنطتش. اوكي. شفتي كذا ما في شيء داخل. هذه شو، هاي شنطتي؟ شفتي داخل شنطتش؟ والله اني ما انا خذيتها. من اللي اخذها؟ انا مظلومه، ما اعرف مين دخلها داخل شنطتي. خيبتي ظني فيش. والله اني انا مو حراميه، والله ما انا خذيتها. جت لي فكره. شو الفكره؟ اشوف كاميرات المراقبه. اوكي. كاميرات مراقبه. لو سمحت ممكن اشوف كاميرات المراقبه؟ طلعت السراقة؟ شفتي مو أنا. يلا روح نمسكها. يلا. غزل، أنت تسببتي على شفا أنها هي سرقت الشنطة، بس طلعت أنت الفاعلة. سامحوني سامحوني. أبى أعرف شو اللي خلاك تتهمين شفا بشيء مو فيها؟ لأن كل الناس تشتري من شفا، ما حد يشتري مني. قومي أنت موقوفة. اتهمتش بالسرقة. سامحتش. انت بنت طيبة وصادقة. حبايبي حرمت شوية السمعة؟ اتهام بالناس شيء مو فيهم. الصبر والسلم الحلو ينجح الإنسان.